السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طلاب ثالثه ثانوي، ورب تكونوا بخير ويعينكم ويقويكم على المذاكره ويلهمكم الصبر والسلوان والانضباط. تمام، انا جايب لكم جدول النهارده. طالبه في ثانوي عندي قالت لي يا مستر انا لقيت الجدول ده على النت، فشوفوا لي كده حلو ولا لا. فشفت لها الجدول ده، لقيته جدول ممتاز في غايه الجمال، بس عايز راجل. عايز ايه؟ عايز راجل. وعايز راجل، لما اقول راجل هنا الراجل ده اصلا مش نوع، يعني راجل مش معنى اللي هو ولد، لا الراجل دي صفه للشخص، الراجل فعلا، وممكن تكون واحده كمان، يعني بقول لك واحده ب100 راجل. تمام، عايز راجل ليه؟ لانه بيتطلب منك يعني تكون صارم جدا مع نفسك وفعلا تنجز الحاجات او المهام اللي هو محددها لك. اعتبرها لعبه يا سيدي، اعتبرها لعبه وانجز المهام اللي هو محددها لك. جايب لك في كل المواد دروس معينه، هتراجع دي وهتعمل دي وهتظبط دي. تمام، مده اسبوع، تحدي لمده اسبوع. تمام يا شباب، هنزل لكم الجدول في اخر الفيديو، بس اسمعني للاخر، اسمعني للاخر لانه هو الكلام مهم جدا. تمام، تذاكر لمده اسبوع. طبعا عندنا 6 يونتس في الانجليش، كل يوم يونت. طب كل يوم يونت بس؟ لا، معاها دروس معينه في كل ماده. كل يوم هتذاكر 3 مواد، يونت انجليش ومادتين تانيين محدد لك فيهم الحاجات اللي انت المفروض تذاكرهم وتنجزهم في اليوم ده. حتى لو هتطلب منك انك مثلا تغيب في بعض الدروس علشان تنجز المطالب منك اللي انت تنجزه، هيلم معاك المتراكم وهينجز معاك يعني حاجات كتيرة جدا في خلال الاسبوع ده. تمام، بس عايز منك حاجتين: تنضبط، يكون عندك انضباط، وهكلمك عن انضباط شوية، وتكون صبور. تكون صبور، تمام، وانا محددك كل حاجه، يعني دي هتعملها الوقت دي كده ودي كده ودي كده. تمام، الماده دي هتذاكر فيها كذا وكذا وكذا بس النهارده، الماده دي هتذاكر فيها كذا وكذا وكذا بس النهارده. تمام، فهي خطه انت ماشي عليها، خطوه في خطوه في خطوه، هتعدي وهتلم الدنيا. تمام تمام. طب ليه يا مستر احنا ما بننضبطش؟ ليه الواحد ما بينضبطش؟ ليه الواحد ما بيصبرش؟ ليه الواحد ما بيصبرش او ما بينضبطش؟ هقول لك انا، لان في فكره في دماغ ناس كتير قوي ان الصفات البشريه احنا بنتولد بيها، اللي احنا بنتولد عندنا صبر، يا اما عندنا صبر يا اما عندناش، يا اما عندنا انضباط يا اما عندناش، يا اما شجعان يا اما مش شجعان، يا اما بنعرف نتكلم قدام الجمهور ونعمل برزنتيشن ونتكلم قدام الكاميرا، يا اما ما بعرفش، يا اما بعرف اعمل حاجه او ما بعرفهاش. بس لا، الحاجات دي يا شباب، الصفات دي بتكتسب، يعني انت بتكبر انت بتكتسب المهارات دي وانت اللي بتصقلها في نفسك. يعني انا عايز اكون اعرف اصبر واقعد على الكتاب مده كبيره، تمام، مده كبيره طبعا مع فواصل بسيطه في النص، لازم تصبر، انت اللي بتدرب نفسك. لا انا هصبر. وزي ما قلت لك قبل كده، الصبر ما بيكونش الا على حاجه يعني تقيلة عليك. تمام، والانضباط سر النجاح، حاجتين: الانضباط، محدد حاجات معينة هتعملها، تحدد لها الوقت على حسب جدولك بقى ودروسك ودنيتك، انت هتعملها من الساعة كذا للساعة كده، هقعد اعمل الحتة دي، هقعد اعمل المهمة دي، او اعملها مثلا هعدي الليفل ده. اعتبرها لعبة يا سيدي، اقول الليفل ده هعديه في الوقت ده. والاستمرارية، يوم والتاني وتقعد لي 3 4 5 ايام او اسابيع بعده، لا. الانضباط يعني تظبط مواعيد وتظبط الحاجات اللي انت هتعملها. الاستمراريه، يوم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس ورا السادس. عايز منك 6 ايام، لا هم 7، اسبوع 7 ايام. عايز منك 7 ايام. تقدر تنضبط 7 ايام؟ تقدر تكون راجل 7 ايام؟ تقدر تتحدى نفسك وفعلا يعني تجبر نفسك اللي هو انا قوي واقدر اعمل ده، انا اقدر اعمل الجدول ده اللي متحدد لي. تمام، فانت ما بتتولدش بالصفات دي، تمام، انت اللي بتصقلها وانت اللي بتدرب نفسك عليها. تمام يا شباب، فانت عايزك لازم تكون صبور، لازم تكون منضبط، حتى لو زي ما قلت لك لو هتلغي بعض الدروس في الاسبوع ده، الدروس اللي ممكن اللي انت مثلا ممكن تطير الحصه دي، مفيش مشكله، بحيث ان انت تنجز المتراكم عليك وتنجز حاجات كتيره، وهتخلص الانجليزي في خلال الجدول الاسبوع الاول. تمام يا شباب، معايا جدول لبقيه
السنة. أنا معايا الجدول لبقيت السنة، هي بعت لي كده صور لبقيت السنة. تمام يا شباب، إن شاء الله لو الجدول ده نفعكم ولقيته كويس وقولوا لي عملتوا فيه او هيناسبك ازاي. لازم انت تعمل هيناسبك ازاي، هتذاكر ده امتى وده امتى، وهتذاكر ده وهتعمل ده وتستمر لمدة الاسبوع. انا هعرض لك الجدول وقتي، ويا رب يكون كويس ليكم ويساعدكم. انا عايز اساعدكم باي حاجة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.